أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پہلا کلمہ طیب طیب معنی پاک. لا إله إلا الله محمد رسول الله دوسرا کلمہ شہادت. شہادت معنی گواہی دینا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تیسرا کلمہ تمجید تمجید معنی بزرگی سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم چوتھا کلمہ توحید توحید معنی اکیلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير پانچواں کلمہ استغفار استغفار معنی توبہ کرنا استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علّام ملغيوب وستار العيوب
فغفار الذنوب فغفار الذنوب ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم. چھٹا کلمہ ردی کفر. چھٹا کلمہ ردی کفر. ردی کفر معنی کفر کو رد کرنا. ردی کفر معنی کفر کو رد کرنا. اللہم انی اللہم انی اعوذ بکا اعوذ بکا من ان اشرکا من ان اشرکا بکا شیئا بکا شیئا وانا اعلم به وانا اعلم به واستغفرك واستغفرك لما لا اعلم به لما لا اعلم به تبت تبت عنه عنه وتبرأت وتبرأت من الكفر من الكفر والشرك والشرك والكذب والكذب والغيبة والغيبة والبدعة والبدعة والنميمة والنميمة والفواحش والفواحش والبهتان والبهتان والمعاصي والمعاصي كلها كلها وأسلمت وأسلمت وأقول وأقول لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم.